استنى صار اليوم المرأة هذه استهدفت الأمنيين واستهدفت بالذات الدورية اللي كانت متواجدة قبيلة المسرح البلدي، والدورية هذه كانت معناها قاعدة تأمن التظاهرة الصغيرة اللي وقفت قدام المسرح البلدي، وانتم كنتم معناها عينتوا التظاهرة هذه دونك المظاهرة هذه دونك العبيد هذوما استغلوا الوضع المشتت حاليا في تونس من ناحية الإشكالية اللي صارت في سيدي حسين وتضاربات والمشاكل اللي صارت الجمعة اللي فاتت باش قاموا بعملية هذه. هذا هو اللي صار. أنت على أنها استغلت المظاهرة اللي صارت، كيفاش تم استغلالها المظاهرة هذه؟ هي مشيت معاهم انتست في وسطهم وإلا استغلت جزء منها والله باهي باش نقول لك أنت كي تعرف اللي صارت تصير حاجات كيما هكايا العباد هذوما يستغلوا معناها الوضع، فهمتني؟ كيفاش يستغلوا الوضع؟ كي تصير المظاهرة كيما هذايا هما يقولوا اللي الأمن باش يكون لاهي بالمظاهرة باش يكون لاهي بكذا، دونك هنا ماهوش باش ماهوش معناها باش يخافوا يدخلوا يندسوا بين العباد ويوصلوا، فهمتني؟ خاطر احنا كامنين ماكش باش تدور أنت المظاهرين الكل باش تفركسهم، فهمت كيف؟ دونك هنا كي ثم بعض الإخوة معناها الإعلاميين سألوني قالوا لي يا أخي المرأة معناها اسكو استهدفت مواطنين ولا أمنيين؟ نحن واحد معناها. نعم ما نحبوش نوصلوا الفتنه توصل تفرق بين الامني وبين المواطن، اللي يستهدف مواطن راهي عباره يستهدف امن، يا اخي شكون المواطن؟ اخي مخو الامني ولد خالة الامني ولد عمة الامني كلنا واحد، هنا نحن اليوم تضرب الامني تضرب المواطن، تضرب المواطن تضرب الامني، وتضربوا الزود ضرب تونس، فهمت؟ لازم الناس الكل تشعر بالمسؤوليه، راهو مشكله صغيره تنجم تتبنى عليها مشاكل كبيره، ما نحبوش تونس توصل اليوم كيما ليبيا وكيما العراق وكيما غيرها، نحاولوا كيفاش نكونوا واعيين ونقربوا وجهه النظر. ونفهموا ما اليك وما عليك وفما قانون. بالنسبه لنا احنا هاني قلت لك معناها منش شفوته معناها البيان اللي خارج على وزاره الداخليه حاليا، فما شرطه فنيه وعلميه تنجم تلفت الطاقم مازالوا يخدموا على رواحهم، هذيك الخدمه اللي باش تعطيك من بعد اسكو العبوه هذيك كانت معناها عن بعد ولا كانت يدويه ولا كانت من انواع معناها العبويات اللي كانت اللي اسكو معناها نسبت على عين المكان ولا عن بعد ولا هذا هو. دونك العمل مازال قائم، ما نجموش نحكوا في حاجه مازالوا قاعدين يخدموا عليها. اللي نعرفوه اللي المراه هذه جات وقامت بعملية إرهابية، اللي وراه واللي قبله واللي بعده تو الخدمة تاع وزارة الداخلية. حتى هذا نجاوبك عليه السؤال هذا، ظهر لي المرأة ما قامتش الصباح غسلت وجهها قالت والله اليوم نهبط نفجر روحي في الحبيب بورقيبة، معناها باين معناها السؤال هذا معناها أنا نجم نجاوب أي إنسان نجم يجاوبك عليه، فهمتني؟ احنا اليوم قاعدين نعيشوا في محاربة تنظيم كامل، واضح؟ العالم الكل قاعد يحارب في الإرهاب، اليوم كما قلت لك معناها في سابقة 7 عمليات إرهابية في العالم. امريكا 4-5 ايام التالي شهدت عمليه ارهابيه اللي تسمى دوله متقدمه ومتطوره اكثر من دونك اليوم لازم الناس الكل توعى بالشيء هذا. المراه هذه كيفاش جات كيفاش وصلت تم عبيتها تخدم وتعطينا كيفاش جات وكيفاش وصلت. مي احنا كمواطنين وكامنيين لازمنا نعرفوا اللي اختار هذا راه ما يمسش وزاره الداخليه كهو. اليوم يمس وزاره الداخليه اما راهو في الظاهر يمس وزاره الداخليه وباتينيا يمسك اجتماعيا واقتصاديا واللي تحب انت. وغدوه راه باش يجينا معناها التوفير هذا باش يتنقل على العباد الكل. يعني لازم الناس الكل تكون واعيه، الناس الكل تكون معناها عندها فكره استشرافيه للوضع. راه الوضع كي يبدا سخون ويبدا وضع راهن سافا فا راه ما تنتظرش راه باش تكون معناها المساله هينه.